السلام عليكم، انا شيف شكر وهعمل معاكم النهارده نوع من انواع البتاتات اللي بالجبنه، نوع مورق وجميل جدا وشكله زي ما انتم شايفين شكله وطعمه جميل، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم لان هو فعلا يستحق التجربه. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عنده ربع كيلو دقيق، عنده نص معلقه صغيره ملح، عنده كوبايه ميه، هنشوف هناخد منها قد ايه وايه اللي هيتبقى هقول لكم عليه. هنبدأ ندي الميه شويه شويه اهوت، ونقلب عجينه خفيفه وبسيطه خالص، مفيش فيها اي مواضيع. وادي الميه بتاعتنا شويه شويه زي ما قلت، مش عارف دي اللي يمد المقادير بتاعت الميه اتغيرت فيه ولا ايه اللي حصل فيه، مش فاهم يعني. بندي الميه، في دقيق بياخد ميه كتير وفي دقيق ما بياخدش ميه كتير، فحسب النوع اللي انت هتشتغلي بقى بيه. عجينه كده لما تهيت هي خدت كوبايه الا ربع ميه، يعني 150 ملي ميه، معلقه زيت كبيره بعد ما عجنت هنخدم بيها العجينه، معلقه زيت بس. خدم العجينه كويس، والمرحله ديت مهمه جدا في تخديم العجين لان ديت الجوده بتاعه العجينه اللي انت هتشتغلي بيها بعد كده. اهوت نزل طلعها من البول على الرخامه، دعكيها كويس زي ما انا عملت كده، وهنسيبها تستريح 5 دقايق ونشوف هنعمل ايه بعد كده. طيب انا عندي الوقت العجينه بتستريح اهيت، عندي دي جبنه فيتا، جبنه قريش، جبنه اسطنبولي، نوع الجبنه اللي عندك اشتغلي بيه، بس انا بشتغل اللي قدامكم ديت، دي جبنه فيتا. وعندي بصلايه مفرومه وعندي فلفلتين متقطعين، ده الحشو بتاعي. البصل والفلفل بيدي طعم جميل في المعجنات، عملنا بيه نوع قبل كده، وده عجينه تانيه خالص بشكل تاني، وهتشوفوا الشكل. انا هرس الكلام ده في بعضه، عايز ازوده الخضار زودي، بس ما تحطيش طماطم، يعني خليكي في الحاجات اللي ناشفه من اللي ما فيش فيها ميه، فلفل والخضره والبصل الاخضر والحاجات ديت اللي هي ما بتنزلش ميه. كده الخلطه بتاعتنا جاهزه، هنركنها في جنب، وزي ما قلت عندك اي نوع جبنه اشتغل بيه براحتك. ادي العجينه بتاعتنا استريحت اهيت، رش الدقيق من تحت كده رشة كويسة، وفوقها رشة تانية، وهنبدأ ان احنا نفرد العجينة بتاعتنا دي. هنفردها لأقصى درجة ممكن تفرديها، يعني على قد ما تقدري تفردي افردي طول وعرض ودقيق فوق وتحت على طول، عشان العجينة كل ما هترفع كل ما تبدأ تمسك في الرخامه اللي انت بتشتغل عليها او اللي انت بتفرد عليها، وهي العجينه اصلا طريه ناقصه دقيق علشان اعمل حساب الدقيق اللي هتاخده في الفرد ده. فردت العجينه اهوت قدامكم، الرخامه باينه من تحتها اهيت. عندي معلقتين سمنه كبار بالظبط، ممكن تستبدليهم بزبده، ممكن تشتغلي بالسمنه زي كده جامده زي كده، وهاخد منهم وبايدك كده بتوزعي السمنه على العجينه زي ما قلت، دولت 100 جرام، معلقتين كبار، ممكن تستخدمي مكانهم زبده لو انت عايزه تشتغلي بالزبده. بمشي بالسمنه على العجينه كده، انا مش عايز كم سمنه على العجينه، انا بمسح بالسمنه بس، مش بحط كم سمنه على العجينه، انا بمسح بالسمنه بس. باخد بايدي وبمشي اهوت، بوزع السمنه على العجينه اهو زي ما انتم شايفين. الخطوه دي مهمه ان كله ياخد سمنه علشان تورق معاكي. خليت معلقه صغيره بس علشان هشتغل بيها بعد كده، يعني المعلقتين الكبار ده منهم العجينه، وخلينا منهم معلقه صغيره هنشتغل بيها بعد كده، هتشوفوا في ايه. مشي ايدك كده على العجينه
خلي العجينة تشرب السمنة ديت اهوت، رش الدقيق. طبعا لو استخدمت زبدة ما ترشيش الدقيق، انا رشيت دي عشان بستخدم سمنة. ليه السمنة؟ عشان تساعد في التوريق، لان السمنة ما بتجمدش زي الزبدة. وطرف العجينة هبدأ ألف وأشد لبر، هبدأ ألف وأشد لبر عادي خالص بطريقة عادية، بنشد ونلف العجينة بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين. موضوع سهل وبسيط وما فيش فيه أي مواضيع ولا أي صعوبة. بتلف وبتشد لورا وتلم العجينة، ظبط الدنيا كده اهوت عشان كل الطبقات تبقى فيها سمنة، السمنة ما تهربش من طبقة من الطبقات بتوع العجين. لفيت العجينة اهي خلاص، هسحبها قدامي، قفلتها لتحت، هبدأ ان انا اديلها عرض بس بايدي كده اهوت. انا بعمل لها عرض دلوقتي مش بطولة، خدوا بالكم انا بعمل عرض للعجين. زي ما انتوا شايفين، واقسمها على اتنين كده واسيبها تستريح 10 دقايق بس، بحيث ان هي تشرب السمنة بتاعتها والعجينة ايه تهدى من الفرد شوية. زي ما انتوا شايفين بدي عرض بس للعجين 10 دقايق مش اكتر من كده، وهنرجع تاني نشوف هنعمل فيها ايه. رجعنا تاني هقسمها على اتنين العجينة، واقفل الطرف بتاعتها نقفل الطرف بتاعتها اهوت، واقسمها على 4، يبقى كده هي تطلع 4 قطع. طيب هنعمل ايه تاني؟ هناخد قطعة من القطع ديت زي ما انتوا شايفين اهوت، القطعة اللي قدامنا ديت، رش الدقيق وهبدأ ان انا افردها تاني. بس هفردها بقى بشكل تاني، ان انا ههتم بالعرض اكتر من الطول، اهتم بالعرض اكتر من الطول. انا بوضح لك الحاجات اللي هي اللي ما تبقي عارفاها قبل ما بتفردي، بتسهل عليك الموضوع علشان ما تفرديش بشكل وفجأة تكتشف انك عايزة شكل تاني غير اللي انت بتشتغل عليه. انا الوقت عايز عرض، انا بعرض دلوقتي العجينة، بفرد عرض بس مش عايز طول، لان الطول هيجي لوحده مع الفرد. فردت بالعرض ده وهبدأ احشي بالجبنة بتاعتي، زي ما قلت جبنة قريش، جبنة اسطنبولي، اي نوع جبنة انت عايزاها، ومعاها الخضار والكميات دي ما راجع لك انت، كميات الخضار عايزة تزودي زودي، عايزة تنقصي تنقصي، او زي ما انتوا شايفين عايزة تحط شوية كمون على الجبنة ماشي، عايزة تحط شوية زعتر ماشي، اللي انت عايزاه اعمليه. انا بوريك الفكرة بس، والتنفيذ لازم دماغك تشتغل شوية في المواضيع. طرف العجينة هنقفل على الجبنة، وادي الطرف التاني اهوت، نقفل على الجبنة كويس، والنص التاني اهوت عليها نغطي بيه، ونظبط العجينة ونبدأ ان احنا نتك عليها نعمل لها عرض زي ما قلت، نخليها عريضة شوية اهوت. وقفلنا الطرف بتاعتها كويس، وهذا العرض بتاعنا زي ما قلت الطروف. وعلى الصاج بتاعنا او الصينية بتاعتنا او الحاجة اللي انتي هتسوي فيها اهي، وتظبطيها كويس وتديلها العرض بتاعها بعد ما اتحطت في الصينية اهوت، لان ده عجينة زي ما تحطيها زي ما تلاقيها، ولا فيها خميرة ولا فيها بيكنج باودر ولا فيها اي حاجة، يعني على عدلة ايدك هتسيبيها
هتيجي تلاقيها زي ما هي يعني. وهنكمل بقية العجين، التلات قطع التانيين. خلصنا خلاص اهوت العجين. عندي معلقة السمنة اللي انا سبتها سيحتها، وهدهن بيها وش العجين اهوت، سمنة او زبدة حسب المادة الدهنية اللي عندك. دهنها على السريع كده وعلى الفرن على طول. طريقة التسوية بتاعتها بقى ازاي؟ هتدخليها على الفرن، الأرضية بتاعت الفرن، لحد ما وشها يبدأ يشف كده، تطلعيها فوق على الشواية زي ما بتسوي الفطير كده في الفرن. طلعت من الفرن، تلميعها بالسمنة، السمنة كانت جامدة تلاتة، أنا بشتغل بيها جامدة علشان ما تحطش كتير على اللقمة، وهسيبها تبرد ونشوف يعني ايه اللي هيحصل بعد كده. بردت خلاص اللقمة بتاعتنا، هبدأ ان انا نقطعها. قطعيها بقى على 5 على 6 زي ما انت عايزة الحجم بتاعها، بس انا بقطع على كبير علشان تشوفي الحجم بتاع اللقمة او مكونات اللقمة من جوه شكلها ايه. اهي شكلها جميل وطعمها جميل، وخامتها بسيطة. انت بتتكلمي في ربع كيلو دقيق، مطلع الكمية ديت مع فلفلاية مع بصلاية خضرة مع حتة جبنة، وجبنة موجودة في كل البيوت، ماهوش حاجة هنجيبها من برا يعني، موجودة الجبنة عندك. هي شكلها جميلة فعلا وريحتها جميلة، ولو حطيتي بقى إضافات تانية جواها يعني شوية زعتر، الزعتر ريحته بتقلب الدنيا ساعة ما بيخش الفرن، طبعا ريحة بتبقى جميلة. والبصل والفلفل بيدي طعم جميل مع الجبنة. شكلها جميلة وطعمها جميل، وفعلا تستحق انكم تجربوها. وكلوها وهي سخنة على طول، ما تسيبوهاش، لان طعمها وهي سخنة جميل قوي. عجينة مورقة وبسيطة وخفيفة، ومش محتاجة اي مواضيع ولا اي كلام، زي ما انتم شايفينها. هذا الحشو بتاعها فعلا تستاهل انكم تجربوه. زي ما قلت، تكلمي في ربع كيلو دقيق وكوباية الا ربع مية ونص معلقة صغيرة ملح. واذا عجبكم الفيديو اعملولنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.